هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تأكيده بأن لا تغيير في خارطة الطريق ومبادرات السلام العربية. وقال أبو مازن عقب المباحثات التي أجراها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، قال إن الفلسطينيين على استعداد للوفاء بأي التزام مطلوب منهما، شريطة وفاء الجانب الإسرائيلي بالتزاماته وفي مقدمتها وقف الاستيطان بما في ذلك ما يوصف بالنمو الطبيعي له. وبشأن الحوار الفلسطيني، أكد عباس أن نجاح الحوار يصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التنسيق مع المسؤولين المصريين مستمر في هذا الشأن.